مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. برج العذراء، أول سؤال لمجموعة المنفصلين، ما هي مشاعر الشريك تجاهك الآن وأثناء فترة الانفصال؟ عندنا 8 الأكواب، العربة. ممكن أنك تتعامل مع برج مائي، برج السرطان، هني واضحة طاقته. وعندنا أيضا كرت القوة، كرت برج الأسد. لكن اللي أحسه واضح أكثر شيء من القراءة برج الأسد، وأيضا بما أن عندنا طاقة الأكواب برج القوس مثل ما تعرفون. مشاعر الشريك تجاهك يا برج العذراء، هو ندمان، ولكن أحس أنه هو الذي جنى على نفسه، وصل إلى مرحلة مدرك فيها أنه هو تصرف بطريقة خاطئة معك، أنه هو كان مقصر، أنه هو لما أنت احتجته ما كان موجود. مو كذي بس، هو قاعد يشوف نفسه شوي، قاعد يقول لنفسه ان انا كنت غبي، لان لما كان برج العذراء موجود ولما كان قاعد يقدم لي كل شيء ما عرفت قدره، ما اعطيته حقه. في الحين لما فعلا خسرته الثمانية، لما صارت خسارة كبيرة، فجوة عميقة بيننا، ابتديت ادرك كبر الخطأ. أحس أنه خطأ مو عادي، مو خطأ زعل ممكن أنه يرجع ويفتح محادثة ويحاول أنه يرجع الأمور. إذا تحس أنه لحد الآن ما رجع، فهو لأنه لحد الآن مثقل بكبر أو حجم خطأ تجاهك، عرفت؟ أحس أنه متثاقل، أنه شلون أصلح شيء أو شلون أصلح خطأ كبير. عندنا كارت العربة، أشوفك هني أن أنت ذكي بما فيه الكفاية. إنزين، لأنك ابتعدت عنه في الوقت المناسب. هاي الكرت، كرت العربة، أحس فيها أن برج العذراء سوى شيء اسمه cutting your losses، أن أنت تحد من خسارتك. وصلت لمرحلة فعلا، بما أنك أنت الحين متحكم في مشاعرك، متحكم في ابتعادك عنه، هو معجب، مشاعره تجاهك إعجاب، إعجاب بطاقة الابتعاد، لأن فعلا أنت يا شريكي قاعد تجذبني، قاعد تنزلني، قاعد تؤرقني، وما عرفت قدري، عرفت أحمل نفسي وأمشي، مو عارف وين بروح. ولكن أتمنى أن اللي يكون على الجانب الآخر أو الشخص اللي ينتظرني المجهول يكون أفضل من جلوسي مع شخص مو عارف قدري. فهو نظرته لك في هاي الفترة، غير عن الندم اللي يحسه، نظرة إعجاب. إعجاب هني العربة دائما تعني تحكم، إعجابه بتحكمك، وإن أنت وضعت نفسك أنت الأولوية هالمرة، إذا فعلا سويت هذا الشيء. إذا ما سويت هذا الشيء فوجود طاقة الإعجاب، لأنك تحط نفسك أولوية، معناته هي النصيحة لك. دائما أقول لكم في التارو، اخذوا الطاقة وطبقوها على حياتكم، إذا شيء ما صار معناته بصير أو معناته إنه هو نصيحة. وآخر شيء هنا عندنا كارت القوة، strength. تعرفون لما تكون في الأم في حالة ولادة أو مخاض، من أجل إنه خلاص يطلع الجنين محتاجة إلى آخر دفعة، وآخر دفعة لازم تكون قوية. دائما يقولون لها عطي آخر دفعة كل ما أوتيت من قوة. هو يحس ومشاعره تجاهك إن أنت مسيطر، ولكن انت في نفس الوقت قاعد بدون حتى وجودك في حياتك قاعد تستنفذ قوة. شلون؟ عن طريق ابتعادك. لما انت تحكمت بذاتك صرت حتى تتحكم فيه، على الرغم من ان انتوا حاليا مبتعدين عن بعض، على الرغم وبغض النظر من اللي كان المسؤول عن نهاية العلاقة، ومن اللي اختار الابتعاد، من اللي غلط، ومن اللي اصدر ردة الفعل من اجل الابتعاد. فهذا الشيء قاعد يستهلك قوته، طاقته، آخر ذرة. دائما أقول هذه آخر ذرة طاقة عنده، آخر ذرة، حتى مو بس طاقة، كرامة. قاعد أحس هني كرامة، مشاعره تجاهك، وهذا شيء من المضحك، ولكن مشاعره إن آخر ذرة كرامة قاعدة تروح، العربة قاعدة تروح بابتعادك، بثباتك على قرار أو على وضع الانفصال. إذا أنت كنت ثابت، إذا ما كنت ثابت مثل ما قلت لكم، معناته أن أنت محتاج التحكم والثبات.
إذا أنت مثلا كنت اللي تراكض وراه وتسأل عنه وتحاول أن ترجعه. أنت عندك شخص وتتعامل مع شخص بالعكس راح يعجب لما تظهر جانب من التحكم بنفسك، أوكي، وجانب من أضع نفسي أولا. السؤال الثاني، هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا هني فارس الأكواب، ملكة النار أبدا مو سعيد، وملكة الأكواب. هذا يرجح طاقة اللي قلت لك عنها، برج القوس وبرج الأسد، أحسهم هني الأبراج النارية واضحين. طاقة الماء ممكن يكون أيضا برج مائي، ولكن أحس هني طاقة الماء مجرد يحاول أنه يراضيك أو يفتح معك محادثة من جديد. هني شريكك قاعد يقول لي الجواب لسؤالك، لا يا برج العذراء، شريكك أبدا مو راضي بالانفصال، ومستعد حتى لدرجة أنه مستعد أن يتخلى عن آخر ذرة كرامة مثل ما قلت لك، ولكن هذا الشيء يأتي مع ثمن. شنو الثمن اللي أنت راح يمكن حتى تضطر أن تتعامل معه؟ في البداية راح يحاول معك بالأسلوب الحلو، بالأسلوب اللطيف، بالكلمة الطيبة، بأسلوب الاجتذاب، الاعتذار، سامحني، يسأل عن أحوالك، ولكن إذا صار في رفض من جانبك، إذا ظليت معاند متحكم، راح تشوف جانب، خلي أقول لك، مظلم شوية من شريكك، جانب مخيف. أنا أشوف هذا أنه جانب مخيف، لأن هذه الكرت تقول لي أنه بالطيب أو بالقوة ما يهمني شنو أسوي، ولكن أهم شيء أن أحصل اللي أبي، أحصل على مرادي. هذه الطاقة شوي مخيفة عندك، شخص تتعامل مع شخص بعد فترة قاعد أثناء التحول أشوفه يتحول من فارس الأكواب إلى ملكة النار، قاعد يتحول إلى شخص ما يهم الثمن اللي يندفع، مثلا ما يهم أن أهلك يعرفون، ما يهم أن الناس يعرفون هذه الطاقة اللي راح يتحول لها، ما يهم أن أنت باكر شنو تفكر فيه، شنو رأيك فيه، عنده هدف واحد أن أنت ترجع في حياته. قاعد يقول لك بالطيب أو بالقوة، فمعناته أن الوضع جدا في تحول في الطاقة. خليك معايا برج العذراء، في تحول في الطاقة. أول خطوة قاعد يقول لي أنا الغلطان، ولكن راح أستخدم كل ما أتيت من قوة لآخر ذرة كرامة عشان أرجعه بالطيب. قصة متشابكة كامل، بالطيب مايا، بالطيب، القوة، القوة، البأس، أن أنا أهدده، أن أنا مثلا أظهر في مكان عمله، أن أنا أسأل شخص المفروض ما يدري عن خصوصياتنا، أتكلم مع شخص المفروض ما يدري عن خصوصياتنا، مستعد أنه يخترق الطاقة المظلمة. السؤال الأخير للمنفصلين، ما هي خطوته القادمة؟ ثمان السيوف، أن يخرج عن، إذا أنت مسوي له بلوك أو ما تتكلم معاه، يبي يرد يفتح معاك باب للحوار، مجرد كلمة شلونك شخبارك تأخذ وتعطي معاه كفاية بالنسبة له. هذا أول باب يريد أن يخترقه. الكوب الأول، Ace of Cups، يبي راضيك هذا، ولكن امراضاته تأتي بحجم جدا ضخم، يعني مو فقط اعتذار، ترى الاعتذار وقصة شلونك شخبارك، ان شاء الله طيب، شلون اهلك، طمني مثلا، يأخذ آخر اخبارك، هذا مجرد اول باب. بعد هاي المحادثة راح تشوف صدمة من هذا الشخص، أشوفها صدمة إيجابية بما أن عندنا أول أكواب، صدمة إيجابية، على طول ياخذ معك خطوة كبيرة، على طول يقول لك أنا حين مستعد أسوي اللي قبل ما سويته، على طول يبتدي يقترح بدون حتى أنت ما تطلب، أن هاي الكوب الأول، كوب العطاء، الهدية، بدون اقتراحك، بدون ما تفتح الموضوع، هو ويوقع عليك مثل القنبلة أو مثل المفاجأة الضخمة، ولكنها إيجابية. مفاجأة مثلا خلنا نتزوج، مفاجأة أنا حين أبي أتكلم عن المستقبل، أنا حين أبي أبني معاك شيء في المستقبل، ولكن شريكك على وشك أن يدخل في طاقة شوي مظلمة. وآخر كرت للأمور أو الخطوة اللي مستعد يأخذها، السيفين، هو مستعد يعطيك الكوب الأول، ولكن هنا عندنا السيفين ما يبي يخوفك في نفس الوقت، لأن استعداده صار من صفر، راح عندك من صفر راح لألف، فما يبي يخوفك، هو مدرك ان انت ممكن تخاف من طريقة تصرفاته القادمة، فكأنما راح يبين لك بس 50%. السيفين معناته منقسم، بس 50%
من الأمور اللي مستعد تسويها، كفاية راح يعطيك شوية بالقطارة في البداية، كفاية عشان أنت مجرد تفتح معاه الباب تثق فيه، ما يبيك تشك في نواياه أبدا، ما يبيك تشك، ما يبيك تتفاجأ. فكأنما أحس هني ولو أنه راح تكون في مفاجأة كبيرة ضخمة، تغيير كبير في هذا الشخص والشريك، ولكن راح يحاول أنه ما يظهر لك كل الجانب، ما يظهر لك الجانب المظلم. ما راح، إذا ما وصل إلى هاي الطاقة قبل ما ينفتح بينكم باب التواصل مرة ثانية، راح يحاول إنه حتى ما يتكلم في الأمور اللي كان يسويها مثلا من وراك، إنه يدور عنك في الانستغرام، في الفيسبوك، يتصل يسأل عنك، راح يخفي عنك هذا الجانب عشان ما تخاف، عشان ما تشك. أوكي؟ بس نصيحة أخيرة للمنفصلين، حاولوا شوي تكونون حذرين إذا أتاكم هذا الشخص للتواصل، لأن أشوف إنه باقي شعره ويفصل أو يبيع ويسوي أمور متهورة. الحين ننتقل إلى العزاب. العزاب، أول سؤال لكم، مواصفات الشخص القادم في طريقك. عندنا ستة الأكواب، ملكة الأرض، وكرت العالم. طبعا مثل ما تعرفون أنا جهزت الأوراق قبل ما أدخل في القراءات عشان ما ناخذ من الوقت وايد، وكل قراءة لازم تكون بكرتات مختلفة. القادم في طريقك، هذا الشخص ماديا جدا مرتاح، طبيعة عمله بلو كولر، يعني أحس أنه يعمل في شيء مكتبي، شيء رسمي، يتطلب منه أنه يلبس زي، أنه يتعامل باحترافية عالية. وأيضا هذا الشخص موافق عليه من قبل أهلك قبل أن يدخل حياتك، يمكن هذا الشيء أنت ما راح تدري عنه إلا بعدين تكتشف أن أهلك حسوا أنه هو راح يدخل في حياتك، أو احتمال أنه يسمعون خبر أنه يتقدم لك، ناوي يتقدم لك، أخذوا أخباره، سووا عنه تحليل، تقييم، سألوا عنه، عن أخلاقه، قبل حتى ما يقولون لك أو يفتحونك في موضوعه، قبل حتى ما يدخل في حياتك، في تقييم وموافقة تمت من قبل أهلك قبل ما أنت تلتقي فيه، مر على أهلك تشوفه هني خلاص، ممكن صديق للعائلة، ولكن شخص جديد، كان دائما من معارفكم، ولكن أنت بشكل مباشر برج العذراء ما احتكيت معه. إنزين، خلينا نشوف وظيفته وشكله. عندنا 10 الأكواب، 4 الأغصان، و Page of Pentacles. هذا الشخص هني أزرق، هني أزرق. وظيفته مثل ما قلت لك تخص التعامل مع شكاوي الناس، امتصاص طاقة الناس، ممكن يكون في قسم الشكاوي، في قسم الكاستمر سيرفيس أو خدمة العملاء، في قسم معين يتطلب منه أنه يتعامل مع الكثير من الأشخاص طول الوقت، اجتماعي بطبيعة حاله. الأبراج اللي قاعدة أشوفها ممكن جدا يكون عقرب، قاعدة أحس أنه برج العقرب أو واحد من الأبراج الرئيسية، ثور، عقرب أو ثور. إنزين، ماديته جدا مرتاحة، ولكن عيبه الوحيد أنه يصرف أمواله بشكل شوية طائش من دون أن يحسب للمستقبل. شكله وسيم، ولكن في شيء واحد ناقص فيه، كامل، 10 الأكواب كامل والكامل الله، ولكن في شيء واحد مزعجك بشأن، أو راح يزعجك احتمال، أو تشوفه ناقص بخصوص شكله. ممكن أنه شوية وزنه زايد، شوية أقصر مما تحب، شوية أطول مما تحب، فقط نقطة واحدة، يحب انه يلعب كورة، يحب انه يسجل اهداف، هني قاعدة اشوف مثل هدف المرمى او مرمى الهدف، ما ادري ايش يسمونه، في وقت الخاص، ممكن حتى كعمل احترافيا، عمل اللي يكسب منه رزقه، هو نفسه هذه الهواية، هواية تتعلق بشيء يخص الكورة، كرة السلة او كرة القدم، احراز الاهداف. اذا ما كانت عنده بالعكس، ما عنده اي اهتمام بالرياضة، فعنده اهتمام بألعاب الفيديو على الأقل، لازم شيء يخص إحراز الأهداف والنقاط. ممكن أيضا هذا مجال عمله، أيضا
التعامل مع عملاء أو خدمات عن طريق النقاط، مو عن طريق الدفع المباشر. ما أدري. إنزين، شلون لازم تتصرف مع هذا الشخص؟ لأنه قلت لك عنده مشكلة في طريقة صرف أمواله، هذه الشيء الوحيد اللي يؤرقني. 6 السيوف، 7 السيوف، سوري، 7 سيوف، 6 الخماسيات. الخماسي الأول، التارو صريح معاك يا برج العذراء. أول شيء، أول مرحلة قبل ما تختم عليكم الحياة مع بعض، قبل ما توقعون عقد الزواج، لا تبين له أن عندك أي نية للتحكم فيه أو لتغييره. خليك ساكت، خليك تنتظر الوقت المناسب، لأن عندنا 7 السيوف هني. لا تبين له، هذه أول مرحلة. ولكن إذا خلاص وقعت عقد الزواج أو خلاص دخلتوا في ارتباط شبه رسمي مع بعض، أول مرحلة أو المرحلة الثانية أن أنت تحاول تسوي معاه هذا الميزان 50% 50%، بما معناه أن تدخل تحاول شوي شوي، أو على الأقل 50% تحط عليه مصاريف، لأن عنده مشكلة في إدارة أمواله، تحط عليه مصاريف فقط 50%، يعني ما يضطر أنه يغير طريقة حياته 100% عشانك، لا، فقط 50%. هذه بداية حياتكم مع بعض. بعدين اتعلمه أنه يحمل المسؤولية كاملة، لأن عندك الخماسي الصغير تحول للخماسي الكبير الأول رقم 1. التعامل مع هذا الشخص راح يكون مريح إذا عرفت مفاتيحه. مفتاحه هو إن ما تبين له أو حتى تتواجه معاه أو تتكلم معاه بشكل مباشر، تقول له مثلا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، ولازم ما تصرف أموالك في الأشياء اللي ما لها داعي. أشوف هنا إنه يصرف أمواله على الكثير من الأنشطة الشبابية، وايد عنده دخل، يعني دخله عالي ولكن ما يعرف يدير أمواله. هني كأنما التاري يقول لك حط مسؤوليات مالية عليه، بدل ما تقول له أنت مو عاجبني في طريقة تصرفك بالأموال، علمه أن المسؤولية الكبرى بعدين تقع داخل المنزل أو هي من أجل الشريك. يعني لازم تعلمه أنه يحمل المسؤولية المادية بالشكل المناسب. ما عليك هو فلوسه شلون راح يصرفها بعدين، لما تخرج عنده مسؤوليات حقيقية معاك أنت راح يبتدي يصرف في المكان الصحيح. أوكي، ننتقل إلى آخر مجموعة، مجموعة المرتبطين. أول سؤال لكم، كيف يراك الشريك؟ عندنا 4 الأكواب، كارت تمبرنس، برج القوس. وايد عندنا طاقة الماء هني لبرج العذراء اليوم، الماء والنار، و7 الأغصان. يراك الشريك يا برج العذراء أن أنت كأنما أحسك تقرر بدونه في أمور تصير في حياتكم مع بعض، أو في أمور تستدعي حتى النقاش، لكن أنت دائما تختار أنك تواجهها بروحك بشكل مستقل بدون ما حتى تحاول أن تشركه في أمرك. النقطة الثانية، يرى يشوفك أن أنت كأنما في شيء عندكم، ما أزمة تخص المال، أزمة تخص في مشكلة قادمة في الطريق أو مشكلة حاليا. إنزين، أنتوا اثنينكم تعانون منها بما أن أنتوا في شراكة سواء زواج أو علاقة، ولكن أنت دائما تختار أن تواجه الشيء بروحك. لما شريكك يشوفك أنه لما يقترح عليك يحاول يطلع لك بحلول، يقدم لك تسويات، أنت ما تقبل، أنت تقول لا 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 لا، يعني عندكم مشكلة وفي نفس الوقت ترفض أي حلول من جانب الشريك، بما معناه شوية محتاجين أن تعملون على جانب الشراكة في الفترة القادمة. الشراكة الحقيقية مو بالاسم، الشراكة اللي احنا نواجه الأمور مع بعض، هذا هو اللي ينتظر منك شريكك. خلينا نشوف ما هي نقاط قوتك في العلاقة. عندنا ملك النار، 9 الأغصان، سوري، 9 الخماسيات، والغصن الأول. نقاط قوتك في العلاقة مع هذا الشخص، هذه طاقتك أنت. عندنا هنا الكثير من طاقة النار، قوس، حمل، أسد، أحس هنا أيضا الأبراج المائية. نقاط قوتك أن أنت
مو متكل على هذا الشريك أو ما قاعد. الكثير من الأشخاص يفكرون الشراكة أن إحنا لازم نخنق ونملك الشخص الثاني. أنت تحب تنجز، تحب تنجز، تحب تسوي، تحب أن تكون شريك حقيقي. هذا اللي قاعد أسمع الرسالة لك، بما معناه ما تحب أنك تتملك الشخص، وهذا يعطي شريكك حرية. يحب أن أنت تثق فيه وتعطيه حرية بعيد عن العلاقة. كوننا احنا في علاقة او في زواج مو معناته انه لازم 24 ساعة مع بعض وكل الانشطة اللي نسويها تكون مع بعض. انا هني قاعدة رسالتي تروح لبرج عذراء جدا واثق من طاقته، واثق من نفسه، مرتاح، يعرف متى يقضي الوقت مع نفسه مع اهله، تقسيمه للاهل، لنفسي، للشريك، جدا تقسيمه جميلة. في نفس الوقت انت اللي قاعد توجهه، ترى انت اللي توجه الشريك، قاعد تقيده بالأفعال، هو يقيدك بشوي السلطة، الأوامر، يحب هذا يعطي أوامر، أنت تقيده بالأفعال، نموذج، هذا من نقاط قوتك معاه، وأيضا تعرف شلون تحفزه، عندك مفاتيحه. المفتاح لما تكون فعلا تبي تستخدمه مع هذا الشخص، تعرف له، تعرف شلون تحصل منه على النتيجة اللي تبيها. إنزين، السؤال الثالث، شلون توافق بينكم راح يكون البرج؟ الساحر، الامبراطور. وايد ناس بما ان شافوا كرت برج البرج راح يخافون، ولكن بما ان وقع جنب الساحر فما في اي داعي للخوف. في مأزق هني انتوا راح تمرون فيه مع بعض، ما يخص الخيانة، لا يخص شيء بخصوص مكان العمل، مشكلة داخل البيت، انزين، ازمة، انزين، في اخر لحظة الله سبحانه وتعالى راح يخرجكم اثنينكم منها، راح يكون في تدارك للوضع، حل، يعني خلاص البرج راح يقع، مشكلة راح تصير، ولكن ما راح تأثر على علاقتكم. في اخر لحظة راح يكون في مثل الملاك الحارس اللي يساعدكم. ولكن التوافق، احذر انه، ما ادري ليش قاعد احس يا برج العذراء ان انت راح تنقذ الموقف، كانما انت اللي راح تخرج هاي الاشخاص او حتى الشريك من الازمة اللي على وشك ان تحدث. في مشكلة ابتدت كمشكلة وعلى وشك ان تتحول الى ازمة، ممكن جدا هتكون في مكان العمل، وانت اللي قاعد تعطي شريكك الافكار وتوجهه. لا تنسى هني عندنا طاقة التوجيه، ولكن احذر من شيء واحد، ان انت الناس الشجعان او اللي واثقين من نفسهم مثلك انت ما يخافون يعترفون بالخطأ. اوقات من الخطأ ان راسنا يكبر اكبر من اللازم، لما احنا نشوف نفسنا انقذنا الموقف، ساعدنا شخص، هذا الشخص كان راح يتورط بدوننا وبدون توجيهنا، اوكي، نقول خلاص احنا الحين الامبراطور، احنا الحين كلامنا لازم يمشي أكثر من قبل. شفت هني الأزمة اللي ابتدت أن أنت ما تسمع كلام أو نصيحة شريكك ولا حتى حلوله، تكبر إلى أنا حين ما حد قدي، ما حد يعرف يوجه هذا القارب وهاي العلاقة غيري أنا. ليش؟ أنا عندي دليل. هني برج العذراء يقول أنا عندي دليل، أنا أنقذت الموقف، أنت بدوني كنت راح تتصرف خطأ، كنت بدوني راح تنحط في السجن، أنت بدوني كنا راح نخسر الميراث. لحد يكلمني أنا وصلت إلى أعلى مستوى. وبالعكس تتوقع من شريكك انه دائما ينفذ توجيهاتك انت، بس هذه النقطة اذا حذرت منها، اذا وعيت لها من الحين، راح التوافق يكون جدا جميل. الساحر يقول لك اوقات جدا سحرية بينك، جميلة وسحرية بينك وبين الشريك ان شاء الله. عزيزي برج العذراء.